طيب في الفيديو ده هنشوف واحد من اهم المفاهيم في البرمجة عموما وفي السي شارب خصوصا، وهو الانترفيسز. الفيديو ده غالبا هيبقى طويل شوية ومحتاجك تكون مركز معايا. طيب لو رحنا للتعريف الرسمي للانترفيس في الدوكيومنتيشن بتاعة مايكروسوفت، هتلاقي بيقولك ايه بقى ان الانترفيس، ودي كلمة هتسمعها كده ملاصقة للانترفيس، هي كونتراكت او عقد. فبيقولك ان الانترفيس بيعرف عقد اي كلاس او استراكت هتعمل عملية implementation للعقد ده، لازم تبروفايد او تمد implementation او تنفيذ للاعضاء اللي موجودين في الانترفيس. يعني الكلام الغريب ده، يعني الانترفيس ده زي ما قلنا كده من شوية هيكون عبارة عن عقد موجود فيه والله بعض الممبرز. الممبرز دي ممكن تبقى methods او properties، لازم اللي هيعمل inherit او هيعمل implementation للانترفيس ده لازم يطبقهم. هنشوف طبعا امثلة ونفهم يعني ايه الكلام ده. وبيقول لك برضو ان الانترفيس may define، ممكن يعرف default implementation لكل الممبرز، وممكن كمان يعرف static members. ومن بداية C-Sharp 11 الانترفيس يقدر يعرف static abstract او static virtual members، هنجيلها برضو بس ايه ممكن في فيديو تاني، يعني حتى advanced شوية واحنا لسه بنبتدي يعني. فخلينا الاول نبتدي في الانترفيسز العادية وبعد كده نروح للجزئية ديت يعني. فيلا بينا على الفيجوال ستوديو كده. طيب عشان نبتدي نعرف انترفيس في C-Sharp بكل بساطة، هنيجي نقول له انترفيس، هتلاقي طبعا ايه ان هي كيورد فلونها اتغير، ونبتدي زي الكلاس بالظبط هندي له اسمه. بس جرت العادة دايما ان هم يدوا النيم بتاع الانترفيس او اسمه في حرف الاي. يعني مثلا لو انا هعمل دلوقتي انترفيس او عقد زي ما قلنا كونتراكت كده في الديفينيشن، خاص بالوظائف الاساسية للعربية، هاجي اقول له basic car functions وابتدي اعرف الكلام جوه. بس زي ما قلنا يفضل او جرت العادة ان احنا نحط اي، بحيث اللي شغال بعد كده او انت تبقى عارف ان ده انترفيس او ان التايب ده انترفيس. تمام، اللي هيكون موجود فيه ديكلاريشن للميثودز. يعني هاجي اقول له بكل بساطه void start engine. انا عارف هي ممكن يكون السنتكس غريب شويه بس هنفهم. خلي بالك هو تقبلها عادي بدون اي مشكله وقال لك اه كده تمام، مفيش جسم ليها في العادي. لما بنيجي نعمل function بنبتدي نعمل بقى الاقواس ونبتدي بقى ايه نكتب ايا كان هي بتعمل ايه. لا احنا هنا ما عندناش implementation، احنا هنا بنعمل ايه تعريف فقط، ان اللي هيجي يطبق او اللي عايز يimplement او يستخدم الانترفيس اللي اسمه iBasic Car Functions دوت لازم يعمل implementation للستارت انجن. ولو عندي حاجة تانية مثلا زي stop engine، تمام هو خمن اهو الواحد، فكده بقى عندي اتنين methods لازم اللي هي inherit او اللي هي implement الانترفيس ده لازم يعمل لها ايه implementation، لازم يقول لي دول بيعملوا ايه، مش هيشتغل غير بيهم. تمام، يعني تعالوا نفهم قبل ما نكمل كده اكتر. يعني هاجي اقول له والله عندي كلاس اسمها car سي كابيتال كده، عشان اعمل implementation اقول ان الكار دي هت implement الانترفيس اللي اسمه i car او i basic car functions ديت زي الانهيرتنس بالظبط، هاجي اقول له colon واجي اقول له والله ايه i بيزك. هتلاقي اصلا في حاجات خطب لما بندوس اي هتلاقي في اي سينكرونس ديسبوزل واي كلونابل واي كولكشن واي كومبيرابل، كل دي حاجه كل دي انترفيسز شايفين هو معرفينها كلها، اي ديكشنري اي كونفرتبل وهكذا، يعني كلها انترفيسز. فبتبتدي بحرف الاي، احنا عايزين نعمل بتاعتنا اللي هي ايه الاي بيزك كار فانكشنز. واروح فاتح كده الاكواز بتاعه الكلاس، هتلاقي على طول مدي ايرور. ليه بقى؟ بيقول لك ايه بقى يا سيدي، انا عارف الفونت صغير شويه بس انا اقراه لكم. بيقول لك ان كار ما فيهاش امبلمنتيشن للممبر او الميثود اللي اسمها ستارت انجن، شايفين اهي، ولا ستوب انجن. طب لو جيت اقول له كده ايه حلها لي، هيقول لي امبلمنت الانترفيس، اقول له تمام، راح رايح على طول كتب لي اللي انا المفروض راح اكتبه امبلمنتيشن. طبعا سيبكم من الثرو دي، احنا مش عايزين نشيلهم يعني مش مهم، راح عمل لي امبلمنتيشن. فهمنا المقصود بكلمه عقد، ان انا ما ينفعش امبلمنت الاي بيزك كار فانكشن ديت غير لما امبلمنت الفانكشنز ديت. يعني لو شلت دي كده مثلا هيدي ايرور على طول، شايفين، هيقول لي لا والله ده الستوب انجن ما لهاش امبلمنتيشن. تمام، هنا الديكلاريشن ما فيش اي تفاصيل الفانكشن دي هتعمل ايه بالظبط، هنا في التفاصيل. تمام، طب لو زودت واحده مثلا ثالثه، هاجي اقول له والله عندنا حاجه ثالثه اسمها void run at full speed. تمام، اروح يدي برضو ايرور تحت يقول لي لا ده فيه برضو فانكشن ما تعملهاش ايه امبلمنتيشن اسمها run at full speed. يبقى دي فكره التعاقد اللي بين الكلاس اللي اسمها car وبين الانترفيس اللي اسمه i basic car function. عشان تقدر تستخدم الانترفيس ده لازم تعمل لي امبلمنتيشن، ده اتفاق اهو، لازم تعمل لي امبلمنتيشن لستارت انجن وستوب انجن ورن at full speed. تمام،
لو جينا نعمل كده هنا، معلش كتبناها غلط، public void run at full speed، تمام كده ايه خلاص الايرور راح. ولو غيرت التايب على فكره هتختلف، يعني قلت له مثلا دي انت هيدي ايرور على طول، شايفين ان هي بقت فانكشن ثانيه، شايفين كده. حتى لو انا روحت رجعتها له كده قلت له بتريتيرن زيرو اهي عشان احلله الايرور، لا اداني مشكله على طول، شايفين كده اهو، قال لي كار داز نوت امبلمنت انترفيس ممبر اللي اسمه ران ات فول سبيد عشان it doesn't have the matching return type of void. احنا هنا عاملين ان بتريتيرن void لكن هنا بتريتيرن انت، فده ايه بقى السيجنتشر، فاكرين لما اتكلمنا على السيجنتشر بتاعه الميثود اختلفت، فلو عايز اشغلها مظبوطه اقول له ايه انت، فبالتالي ايه تشتغل، تمام. يعني ده على سبيل المثال يعني. طيب هل اقدر اعمل اكتر من انترفيس واخلي الكلاس بتاعتي اللي اسمها كار تنهرت منه او تعمل امبلمنتيشن؟ اه طبعا ينفع، مفيش اي مشكله خالص. يعني لو جينا قلنا ان احنا هنعمل انترفيس تاني اسمه مثلا، احنا عملنا البيزك فانكشنز، نقول له مثلا اي انترتينمنت سيستم، هي الحاجات مثلا بتاعت ان انت تشغل كاسيت راديو والحاجات ديت، يعني ميديا لو على حسب يعني التكنولوجيا اللي موجوده في العربيه. يعني فاجي اقول له مثلا فويد بلاي ميديا او فويد، حاجات مثلا بتبقى موجوده الاساسيه في اي كاسيت يعني، او ما اعرفش بقى دلوقتي الحاجات الحديثه بتتسمى ايه يعني. فويد ستوب ميديا مثلا، ممكن تقوله برضو void next media item لو عايز تجيب مثلا تجرب تجيب الحاجة اللي بعدها، و void هو خامن اهو شاطر الفيجوال ستوديو previous media. فعندنا هو عدة methods لازم يتعمل لها implementation لو هنبتدي نستخدم ال i entertainment system. فلو جيت اقوله والله انا عايز استخدم ال i basic car functions ومعاها كمان نعملها كده ازاي بكومة ال i entertainment system، هو كان مخمنها، راح طبعا مديني الايرور بتاعنا ان هو ايه كل دي حاجات البلاي والستوب والبوز والنكست والبريفيوس مالهمش اي امبلمنتيشن، اقدر اروح اكتبهم او اخليهم لي ايه يعمل لهم جنريت من هنا اهو. انا كنت بس مستنى الايرور يطلع امبلمنت الانترفيس بس خلاص، شايفين كل ايه الميثود اللي انا محتاجها ايه اتعمل لها امبلمنتيشن، تمام. انا هسيبها فاضيه مش هعمل فيها حاجه يعني، تمام بس كده. ممكن بقى اجي هنا في الكلاس اللي اسمها كار نفسها، انا كل ده احنا عاملين ميثودز ما عملناش اي تفاصيل، فاقدر اجي اقول له كده مثلا البروبرتي دي تشتغل بقى الكلاس شغل الكلاس بتاعنا العادي خالص، هحط بروبرتي انا عايز اقول له الكار مش هنا كده الكار براند او الشركه يعني المصنعه، وبروبرتي تاني تكون ديسيمال وليكن والكار برايس سعر السياره ديت، وبروبرتي تانية مثلا تكون فيها ايه الانجن كاباسيتي، تمام. واقدر اجي بقى كل ده احنا ايه في الكلاسز والانترفيسز، اقدر اجي بقى في البرنامج بتاعي عادي خالص وابتدي اقول له والله انا هعرف من التايب اللي اسمه كار، اقول له بي ام دبليو مثلا ايكوال نيو كار، عرفت كار جديده اسمها بي ام دبليو او اي اسم عايز تسميه يعني، وراح اقول له بي ام دبليو، هتلاقي بقى ايه في الامبلمنتيشن بتاعتنا. هو عندنا طبعا البروبرتيز الكار براند والبرايس والانجن كاباسيتي والنكست ميديا ايتم والبوز، كل الحاجات اللي موجود ليها الامبلمنتيشن ايه بتاعها. مش شرط طبعا او هو ده اللي هيكون في الواقع ان الحاجات دي كلها تكون في نفس الفايل، انترفيسز غالبا هتكون في فايل منفصل عن الكلاسز عن البرنامج الرئيسي اللي انت شغال فيه، زي ما لما نيجي نشوف امثله ان شاء الله عمليه يعني. مش شرط يبقى كلهم او غالبا ده اللي هيكون حاصل، مش كلهم في نفس الفايل، تمام. فادي كل الحاجات اهو ستارت انجن، لو طبعا في اي حاجه بتتم هتلاقي اشتغلت معاك بدون اي مشكله، تمام. طيب ده كان المثال البسيط، تعالوا بقى نشوف مثال ممكن يكون فيه بعض التفاصيل اكتر شويه. فهاجي هنا كده هقفل معلش كل الكلام ده كل الانترفيسز ديت والكلاسز واسيبهم كده، وهاجي اقول له والله انا هديفاين هنا كده انترفيس جديد انترفيس، وهسمي الانترفيس دوت اكونت فيز، ونرجع نحط له ايه زي ما اتفقنا الاي، تمام. وهبتدي بقى اقول له ايه، احنا خلاص شفنا ان احنا نقدر نعمل فانكشنز، فاجي اقول له كده void bank statement is، عشان تimplement الانترفيس ده لازم يكون عندك implementation للبنك statement fees، اوريكم احنا هنعمل ايه دلوقتي يعني. وممكن برضو كمان نقول له والله void send الاي statement via الايميل مثلا،
عارفين الستيتمنت بتتبعت ايه. الناس اللي عندها حسابات في البنوك ممكن تلاقي ايه بيتبعت لك البنك ستيتمنت او تفاصيل الحساب بتاعك معاملات وكده عبر الايميل. وممكن هنا ناخد بارامتر, ممكن ندي بارامتر جوه هنا كده انه مثلا هيكون الايميل ادرس, الايميل ادرس اللي عايز ابعت عليه دوت. ممكن بقى اخد بقى ايه ليست او اي حاجه يكون فيها تفاصيل الحساب, بس مش عايزين نكبر الموضوع اكبر من كده يعني. وممكن نقول له والله هنعمل void برضو decimal annual fees. يبقى احنا عندنا المصاريف بتاعه البنك ستيتمنت والسند اي الاي ستيتمنت من خلال الايميل والانيوال فيز. بس احنا عاملين حاجه هنا void وdecimal, ده طبعا مش صح, decimal فقط يعني ما ينفعش تبقى الاثنين. decimal ان هي هترجع لنا الفيز. ممكن بقى نبتدي نشوف ان احنا بعد ما خلصنا الميثودز نقدر كمان نقول في العقد ده ان احنا عايزين نابلاي بروبرتيز معينه, زي مثلا ايه ان مصاريف فتح الحساب اقدر اجي اقول له كده البروبرتي والله هتكون من التايب ديسيمال جوه. احنا كل ده جوه الانترفيس يا جماعه, وهنقول له الاوبن اكاونت فتح الحساب فيز, دي برضو هيكون ليها ايه مصاريف. تمام. وعلى فكره كمان برضو ممكن نعمل اوفرلودد ميثودز, يعني ممكن نيجي هنا كده ونقول له والله public void bank, ممكن ناخدها كده copy بالظبط statement fees, وعشان نخليها مختلفة نقول له تعالى هنا كده قول له string, قول له ايه account. طيب فكده ايه بقت عندنا overloaded message جوه الانترفيس بتاعنا, البنك ستيتمنت اهي من غير اي بارامتر والبنك ستيتمنت ببارامتر والاثنين ما بيرجعوش حاجه void. ممكن نشيل البابليك عشان كلهم ماشيين كده مع بعض. تمام. تعالوا بقى نكرييت كلاس, الكلاس دي تكون بتمبلمنت الانترفيس ديت, او ممكن نكرييت كمان ايه اتنين كلاس, كلاسز مختلفه بتمبلمنت نفس ايه الانترفيس ده. تمام. فاجي هنا كده اقول له والله انا هعمل كلاس جديده. برضو احنا بنكتب الكلام ده كله في نفس الفايل, مش شرط بعد كده لما تيجي تشتغل ان شاء الله في بروجكتس ان الكلام ده يكون موجود في نفس الفايل, هيكون ايه في فايلات مختلفه يعني. وهسميه الكرنت اكاونت او الحساب الجاري يعني, وهنقول له ده طبعا بيمبلمنت الاي اكاونت فيز, فبالتالي هيقول له ايه لازم تعمل لي امبلمنتيشن لكل الكلام دوت. ممكن مثلا ما نحتاجش ديت, هيجي اقول له جنريت بدل ما نقعد نكتب امبلمنت, بس راح عمل لي امبلمنت بقى. اخدته من بالكم هنا للاوبن اكاونت فيز اهو جيت, فاحنا مش عايزين الكلام دوت. انا هقول له جيت وسبت خلاص على كده. تمام. ممكن بقى نبتدي نحط برضو البروبرتيز بتاعتنا ونغير جوه الميثودز ديت. يعني ممكن اجي اقول له والله ايه هيكون عندي بروبرتي اسمها, ابسط حاجه ان احنا يكون اي حساب لي رقم, فنقول له الاكونت نمبر, وبروبرتي برضو تانية الاكونت كرنسي مثلا عمله الحساب دوت كرنسي. وممكن برضو نيجي نقول له ديسيمال المينيمم بالانس, اقل قيمه للحساب دوت بتكون كام المفروض, ومش عايزين الماكسيمم بالانس, لا ممكن نقول له ايه الكرنت بالانس الرصيد الحالي. تمام. فدول اوريدي احنا ايه عرفناهم, ودي اللي جايه من اللي شايف هو عامل لك وان ريفرنس ان هي ايه لو جيت كده في السهم المعمول في جول ستوديو ده ان هي ايه جايه من الانترفيس اللي اسمه جايب لك اهو امبلمنتد ممبرز الاي اكاونت فيز الاكاونت الاوبن اكاونت فيز اللي هي موجوده هنا اهو, دي البروبرتي الوحيده اللي موجوده في الانترفيس, الباقي كله ايه ميثودز. تمام. فاقدر بقى يجي هنا مثلا في البنك ستيتمنت فيز كده اروح اقول له والله طلع اي مسج كده بنك ستيتمنت فيز از مثلا ايه 28 جنيه, حاجه بسيطه يعني مثلا يعني. تمام. ده المسج مجرد هتطلع بس يقولك ان الفيز كذا. ممكن مثلا السند فيا الايميل اروح اقول له والله طلع لي برضو مسج كده سندنج ايميل, وخد معاك بقى ايه لو انت شاطر الايميل ادرس اللي هو ايه البارامتر اللي اصلا جاي لك من بره اللي هنبعته له لما نيجي نكريت انستنس من الكلاس ده. والانيوال بقى ممكن نعمل فيه حسبه بسيطه, الانيوال فيز او اللي هي المدفوعات او المصاريف السنويه, يعني لو في مصاريف سنويه ممكن نيجي نخليها حاجه ايه فيها حاجه حسابيه شويه, فنيجي نقول له ديسيمال مثلا الموبايل بانكينج فيز
بالمانس. مش دي افضل طريقه طبعا ان احنا نعمل كده؟ لو عندنا مثلا خدمه للموبايل بانكينج لما يجي لك رسائل على الموبايل فنقول دي مثلا 5 جنيه في الشهر، والديسيمال عندنا مثلا ادمنستريشن فيز مصاريف اداريه يعني ادمنستريشن. لو عندنا برضو ادمنستريشن فيز او مصاريف اداريه اعتقد كده مظبوط، ادمنستريشن فيز بير مانس مثلا 3 جنيه، ده نيجي نقول له بقى هات ريتيرن رجع لي 12 اللي هم الانيوال يعني سنوي يعني 12 شهر. الاوقع طبعا لو في الحقيقه يعني حاجه دقيقه ان انت تجيب نسبه المده اللي هو بقاله فيها، بس يعني احنا مش هنعمل حاجه للدرجات دي يعني. هتيجي تقول له بقى ايه ان الادمنستريشن فيز بير مانس ديت زائد الموبايل بانكينج، يعني بنحط حته حسابيه بسيطه كده يعني تجمع لي مصاريف الموبايل الرسائل الموبايل اللي بتجي لك من البنك والمصاريف الشهريه بتاعه الادمنستريشن يعني كل اضربه في 12 تمام، او نسبه المده لو حابب يعني لو عندك الراجل ده بقاله كام شهر من السنه على حسب سنه ماليه ولا سنه ميلاديه بس، ويطلع لك ايه يعمل له ريتيرن على طول للرقم تمام. فكده ايه عملنا امبلمنتيشن للانوال فيز والبنك ستيتمنت فيز والسند الالكترونيك ستيتمنت. قبل ما نطلع نكمل بقى البرنامج بتاعنا ونبتدي نشوف هنعمل ايه في التفاصيل ديت، تعالوا نعمل كلاس تانية مختلفه شويه تكون بتامبلمنت نفس الانترفيس تمام، اللي هو اسمه الاكونت فيز ده. فنيجي كده ننزل برضو تحت هنا، احنا كده عملنا كلاس اسمها كرنت اكونت بتامبلمنت الاي اكونت فيز وفيها بعض التفاصيل. تعالوا نعمل بقى كلاس تانية حساب برضو بنكي تاني اسمه سيفنجز او الحساب الادخاري يعني يكون اسمه كده سيفنجز اكونت، هو برضو بيامبلمنت الاي اكونت فيز. نروح اقول له طبعا لازم اقول له ايه اعمل لي امبلمنتيشن بدل ما انا اقعد اكتب تمام، مش محتاج كل ده ولا برضو كل ده. هنا بقى ممكن نعمل حاجات مختلفة شوية، اول حاجتين دول هيبقوا ثابتين اللي هما ايه مثلا النمبر والكرنسي، فهقول له string account number وبرضو ايه string account currency، وهاجي اقول له الجديد بقى عندك ان يكون مثلا في decimal والinterest rate الحسابات الجارية ديت او السيفنجز بيكون ليها اللي هو العائد الشهري يعني، فده بيتغير على حسب يعني، فالانترست ريت ده اللي هو ايه نسبه العائد ده. والاوبن اكاونت فيز اللي هي اصلا جايه ايه من بره زي ما قايل لك وان ريفرنس اللي جايه من الانترفيس اصلا تمام. فكده خلاص نقدر بقى نبتدي برضو نعمل امبلمنتيشن للانيوال فيز. مثلا مش هعمل بقى حاجات حسابيه، هقول له والله ده هيكون بريتيرن 75 والبنك ستيتمنت هاخدها برضو كوبي بيست كده احطها اللي هي الفيز ديت. طب ممكن نغيرها بقى شويه نخليها مثلا ايه 45، والسند فايا الايميل برضو هيبقى نفس الكلام، ونفس الكلام هنا برضو في ان احنا نبعت البنك ستيتمنت من خلال الايميل. وكده ايه نقدر نقول ان احنا خلصنا ايه السيفنج اكاونت والكرنت اكاونت، حساب الجاري والحساب الادخاري او معنى مشابه يعني على حسب كل بنك بيسميه. نطلع بقى للبرنامج بتاعنا الرئيسي ونبتدي نعرف بقى الكلام ده فاقدر اجي كده بكل بساطه هنا انا باخد بس مكان وابتدي اقول له والله الكرنت اكاونت الكلاس اللي اسمها كرنت اكاونت، اعمل مثلا نيو كرنت اكاونت ايكوال نيو كرنت اكاونت، وابتدي بقول له نيو كرنت اكاونت الاكاونت الكرنت الجديد دوت نقدر نقول مثلا ان الاوبننج فيز بتاعه 150 جنيه مثلا تمام، لان ده بروبرتي احنا نقدر نعمل لها سد تمام. واقدر اجي اقول له والله ان النيو كرنت اكاونت دوت طلع لي البنك ستيتمنت فيز بتاعته. تعالوا هنشوف كل الكلام ده بيطلع ايه دلوقتي حالا. واقدر اجي اقول له برضو النيو كرنت اكاونت دوت سند، عايزين نبعت ميل بقى ومحتاجين هنا ايه نبروفايد الايميل ادرس اللي هنبعت له، فهاجي كده اقول له والله ده هيبقى اسمه ايه am@gmail.com تمام. وبرضو ممكن كرييت فاريبل كده جديد، والفاريبل ده يكون من النوع ديسيمال، ناخد منه طريقه حساب الانيوال فيز بتاعه الكرنت اكاونت، فاكرين هي حسبه اللي هي 12 في مجموع مثلا السيرفيس اللي هو بياخدها في الشهر، فاقول له الانيوال فيز بتساوي النيو كرنت اكاونت دوت انيوال فيز، الميثود اللي اوريدي ايه بتكالكوليت بعض الحسابات يعني. واروح اقول له بقى والله طلع لي ايه الانيوال فيز ده، ايش ممكن نعملها دوت تو سترينج مفيش مشكله.
تعالوا بقى ايه نرن الكلام ده ونشوف بقى ايه اللي هيطلع بعد ما كتبنا كل البرنامج الطويل ده. بصوا كده بقى معايا طلع لك ايه بقى يا سيدي. اول حاجه البنك ستيتمنت فيز 38 جنيه اللي هي موجوده فين في الكرنت اكاونت. لو نزلنا كده تحت خالص فين ال 38 جنيه بتاعتنا اللي هم دول. ادي ال 38 جنيه البنك ستيتمنت اللي موجوده في الكرنت اكاونت تمام. واللي طالع بعد كده سندج ايميل تو اللي هو الاي اتش احمد محي @gmail.com. و96 دي بقى جايه منين؟ اللي هم 5 زائد 3 في 12. تعالوا كده برضو نجربها. 5 زائد 3 في 12 يطلع ايه 96 جنيه. لو غيرناها تروح طبعا ايه تتغير على اساس ان الفيز دي ممكن تتغير بعد كده. والافضل طبعا انها تكون فاريبلز برضو مش ثابته كده مش هارد كودد يعني. دي مش افضل طريقه يعني بس ايه عشان المثال المبسط ده. يعني لو غيرناها مثلا جينا زودنا مثلا خدمه الموبايل البنكي بقت 7 وخلينا هنا 5 تبقى 12 في 12 يعني 144. فبالتالي ده كده مظبوط. طيب تعالوا بقى نجرب الكلاس التانية. كده احنا خلاص جربنا كل الحاجات اللي موجودة في الكرنت اكاونت والدنيا مظبوطة تمام وبتمبلمنت الانترفيس وكل حاجة. الكلاس التانية بقى عندنا اسمها ايه سيفينجز اكاونت. هقول له برضو نيو سيفينجز اكاونت ايكوال نيو سيفينجز اكاونت. واول حاجة تعالوا نجربها كده ان احنا نقول له كونسول رايت لاين new savings account dot الانوال فيز. هنا احنا كنا عاملينها ايه لو فاكرين ايه رقم ثابت بتطلع كده على طول. يعني ممكن نيجي نقول له كده هنا savings account. تعالوا كده نرن كده خلاص بنتكلم على savings account. كان 75 جنيه هو كان الرقم كنا احنا مثبتينه كده لو حد فاكر الرقم يعني او 75 جنيه ما فيهاش اي حسابات ولا اي حاجه. ونقدر برضو نطلع المسج بتاعت السند فايا الايميل والحاجات دي بس من ايه السيفنجز اكاونت الانستنس الجديد اللي احنا كريتناه. يعني اقدر اقول له كده والله النيو سيفنجز اكاونت دوت سند الايميل فايا او الاي ستيتمنت فايا الايميل وهيكون اي مثلا احمد @gmail.com. طبعا ما اعرفش مين احمد ده في اعتقد حد واخد اكيد الايميل ده من زمان يعني سندنج الايميل تو اي احمد @gmail.com تمام. طيب ده كان مقدمة بسيطة بخصوص موضوع الانترفيسز. الموضوع هم وأعمق من كده هيبان أهميته لما نتعمق أكتر في الـ OOP ولما نشوف كمان حاجات الأدفانسد ونشوف كمان مشاريع حقيقية تلاقي الموضوع فعلا مهم ومفيد جدا يعني. وفي طبعا تفاصيل لسه هنتناقش فيها لاحقا. أتمنى ما كنتش طولت عليكم يعني واستفدتوا حاجة وأشوفكم إيه في فيديو قادم إن شاء الله.